بناء على الاجتماع مع اللجنة العليا للبيت تم السوق الحر اتحرك. احنا كوزارة بنمثل حوالي 40% من سوق الزيت الخليط في جمهورية مصر العربية. بالبلد كده في 60%، وامانة مني لا يمكن ان اطلب من صانع او منتج او تاجر ان يبيع بالخسارة، والا لو حتى هاخبره يبيع بالخسارة مش هيشتغل. وفي سكتين في الإدارة، يا إما استيعاب الأمور وفهمها وأخذ القرارات التي تؤدي إلى استمرار العملية الإنتاجية، استمرار العملية البيعية، استمرار وصول السلعة للمواطن، أو الناحية الثانية ما نعملش حاجة، وبالتالي نبتدي نبص على تشوهات في السوق، ظواهر حدوث أزمة، تبتدي تعمل ازمه، انزل قفل الناس، اقبض على السلعه. السكه دي انا ما اعرفهاش، السكه دي انا براء منها. وجيت هنا اهو، وكان هناك اجرتين حاجتين في السوق الوجود، وعملنا كل ما نستطيع مع كافه الجهات بحيث ان احنا تم الوصول ل 100% من التمويل، واحنا 28 ناقص. تم توزيع وصرف ما يساوي 3 مليار جنيه خلال الشهر الماضي، والمؤشر اهو موجود عندي من الساعة 8 الصبح، احنا وصلنا 100%، وده السبب اللي انا قلت النهارده هنعمل هذا المقام، وبالتالي حاضر من فضل حضرتك هيجي لك عمرو منصور، هيجي لك قرار مني بتعديل سعر الزيت 8 من 10 ب 20 جنيه واللتر ب 25 جنيه اعتبارا من توزيعه، وارجو الشركات تشتغل من بكره وتدي الدفعه الجديده في الشهر 11. احنا بنبتدي ندي اول دفعه قبل الشهر وماشيين بهذا المقام.